عاملين ايه يا احلى ناس في الدنيا؟ مش قادرة، مش عايزة، مش عايزة، شكله وحش قوي. يا عمورة، متقوليش يا عمور. يا ترى الطيارة النهاردة هيبقى ايه؟ انا الفضول هيموت. روووووش، انا خلصت. مطروش، انا حاسة كده بالظبط. ضيوفنا قدروا يحققوا نجاح كبير قوي على السوشيال ميديا ب2 مليون متابع، وكله بأفكار كرياتيف ومن غير ابتذال. إسراء ويحيى، ازيكم؟ عاملين ايه؟ عامله تنورتونا النهارده. والله ده نورك بجد يا فنان. ممكن بقى تحكوا لنا عن بداياتكم كده، وانتوا تعرفتوا على بعض ازاي؟ اوكي، احنا تعرفنا على بعض في كليه صيدله جامعه القاهره. انا دخلت سنه 2016 وكان هو في سنه رابعه. فانا اول لما دخلت كنت، بصي بصراحه، ما كنتش عايزه ادخل مجال طبي. انا ما كنتش حاسه ان انا في المجال ده قوي. فاول ما دخلت قررت ادور على شغفي جوه، بقى اعمل ايه؟ ادور على الكلوبس اللي موجوده او اي حاجه اشترك فيها. فلقيت انه في حاجه اسمها مسرح. فانت متخيله ان انا لقيت اخيرا حاجه اسمها مسرح هعرف امثل في المكان ده؟ فبسطت قوي ورحت اشتركت على طول. اول اسبوع رحت اشتركت. كان هو بقالك قد ايه في المسرح؟ سنتين. كان هو بقاله سنتين. انتوا الفرق ما بينكم قد ايه؟ 3 سنين. اوه. كان هو سنه رابعه وانا دخلت بقى في سنه اولى. ومن اول ما دخلت بقى رحت ماشيه بقى في موضوع المسرح، وهو كان طول الوقت في المسرح. ففضلنا مع بعض تقريبا 5 سنين بتوع الجامعه، احنا صحاب ودايما مع بعض، فعرفنا بعض اكتر خلال الفتره دي. انت ازاي اعجبت باسراء بقى وقررت ان انت؟ من اول يوم شفتها فيه بصراحه. هي من ساعه ما دخلت المسرح، يعني ما اعرفش، حسيتنا شدت لها. وفي نفس الوقت بصراحه يعني في خلال بقى الخمس سنين اللي هي قضيتهم في المسرح وكده، هي كانت يعني اشطر حد هناك. ف ومع تعاملي معاها وكده حسيت ان شخصيتها مختلفه عن اي حد شفته قبل كده، فقررت يعني ان انا. طب وليه الصيدله برده؟ هو الفكره في المسرح لما بتتواجدي في مكان من الساعه مثلا 10 الصبح ل 6 بالليل، بيبقى مفيش اي ماسكس، مفيش اي كفر، يعني مش بتعرفي تغيري شخصيتك خالص. فبتبقي عارفه الشخص ده كويس قوي، فبتطمني ان انت تقدري تكملي معاه حياتك، لان انا شفته واحنا بناكل واحنا بنشرب واحنا بنمثل واحنا بنتدرب. البريك ده بتبقى مشكله. يا كله بياكل من كله. جدا. انا كنت من ضمن هوايات المسرح برده. فعلا هواياتي. ما شاء الله. ففاهمه البريك ده بتبقى كلنا بناكل كل حاجه، رز على مكرونه على كل حاجه، اي حد جايب اي حاجه كلنا هنشارك فيها كده كده. هو بقى السوشيال ميديا، انتوا ازاي طقت في دماغكم كده ان احنا هنعمل فيديوهات على السوشيال ميديا؟ بعد ما خلصت جامعه كانت سنه 2021 وخلاص بقى بنجهز ان احنا نتجوز وكده، فلقيت انه مفيش مسرح خلاص. انا بمثلش، ما قدرتش، عارفه، حسيت ان انا عايزه اعمل حاجه. طب في مسرحيه؟ اسراء ما عندكيش وقت، انت بتجهزي ان انت تتجوزي. طب في اي حاجه؟ في فيلم قصير؟ اعمل اي حاجه. ما لقيتش اي سبيل ان انا ادخل المجال تاني خلاص، كانه ان انا الحاجه اللي بقالي 5 سنين بعملها ما عادش ليا فرصه ان انا اعملها، عارفه الاحساس ده. فعلى طول لقيت السوشيال ميديا، اللي هو بجد ده بيبقى ملجأ لناس كتير نفسها تطلع طاقه جواها ومش بتلاقي مكان، فبتلجأ للسوشيال ميديا. فعلى طول فكرت ان انا لازم اعمل حاجه على السوشيال ميديا، لازم اطلع الطاقه اللي جوايا في اي مكان، فاخترت السوشيال ميديا. طيب الافكار اللي بتجيلك بتجيلك على اساس ايه؟ بصي، هو اصلا فكره ان احنا نعمل قصه الناس تتابعها ليها بدايه ووسط ونهايه، والناس تتعلق بالكاركترات في دقيقه واحده وتنزل على 3 اجزاء بحيث الناس تعتبرها مسلسل وتتابعها وتستناها، دي فكره موجوده من اول لما نزلوا في تيك توك سنه 2016. بس احنا ما كناش قوي يعني في مصر، مفيش عدد كبير بيستخدم تيك توك، لغايه لما جت الكورونا وقعدنا في البيت وكلنا طبعا نزلنا تيك توك قعدنا نتفرج. فانا كنت عارفه الافكار دي من زمان قوي. لما دخلت السوشيال ميديا 2022 استغربت ان مفيش حد في مصر حد دلوقتي عمل الافكار دي. ازاي فعلا في محتوى يعني غزير والناس بتحبه جدا بره، وبس احنا عندنا يمكن مفيش حد مثلا فكر يعمله، او ممكن يكونوا يعني قالوا لا ممكن ما يشتغلش في مصر او كده. بس انا مقتنعه انه لو احنا عملنا حاجه شبه يعني متوافقه مع تقاليدنا وشبه مصر وشبه العرب هتطلع حلوه وتطلع شكلها حلو. فانا حاولت على قد ما اقدر ان انا بقى اعمل المحتوى ده اللي هو خلي الناس تتعلق بالكاركتر ده في 3 دقايق. يحيى، عمرك اعترضت على فكره يعني اسراء عملتها وانت قلت لا مش هينفع تنسي؟ لا يعني ما اظنش ان في حاجه زي كده حصلت، لان يعني هو المحتوى اصلا اللي اسراء بتقدمه هو يعتبر محتوى تمثيلي.
يعني يعتبر شبه يعني لما المسلسلات اللي احنا بنتابعها زي مثلا لما بيجي رمضان وبتنزل مسلسلات من بعدين كل يوم بنشوف عايزين نعرف ايه اللي هيحصل في المسلسل. هي دي نفس الفكرة، هو تمثيل حاجة ترفيهية بنحاول زي ما اسراء قالت ان احنا نخلي الناس تستمتع اكتر. فالاخر ما كانش ترفيهي بالظبط. ما هو برضو يعني يعني لما لقينا الناس بتحب الافكار دي وكده فكرنا ان احنا ازاي بقى نأثر بحاجة بنعيشها اللي هو لا بالزبط. بجد في ناس كتير مش مسموعين، في مشاكل كتير جوانا بس عمرها ما طلعت. يعني عارفة في مشكلة تحسي دايما لا انا حاسة ان هي تقيلة جوايا وتعباني بس عمري ما شفت حد بيعبر عنها، فانا بحاول الاقي المشاكل دي وعبر عنها بفيديو 30 ثانية اللي هو لما حد يتفرج عليه يحس ان هو ارتاح وحاسس انه في حد غيره حاسس نفس المشاكل. بتتعاملوا ازاي مع ردود الافعال السلبيه على السوشيال ميديا؟ بصي هو اللي انا مريحني شويه ان انا ردود افعال الناس كيوت اللي هو لا بالعكس الله طب الجزء الثاني فيه ايه، طب الله اسراء حصل لها ايه هنا. هو مرتبطين قوي بكاركتر اسراء خاصه ان انا بس يعني بسمي الشخصيه دايما اسراء اللي هي انا، فهم كلهم بقوا في اللي هو علاقه كده ما بينهم وما بين اسراء، دي هتعمل ايه النهارده، طب مامتها هتعمل معاها ايه، فبحسهم حبوا الموضوع اكتر وجد الكومنتس السلبيه قليله قوي. ممكن يعني بصراحه مش بتضايقني قوي لان انا بحس انه من حق الشخص ده يعبر عن نفسه. بصي ممكن تلاقيني غريبه بس بحس انه ممكن يكون فعلا حاجه ما عجبتوش اوكي يعني بالظبط مش يعني لازم نحط في دماغنا انه مش هينفع نعجب كل الناس. انت ايه النصايح اللي ممكن تقدميها للناس اللي بيتابعوكي على السوشيال ميديا او الناس اللي مثلا عايزين يبقوا انفلونسر او ليهم علاقه بالسوشيال ميديا بصفه عامه؟ اول حاجه ان هم لو عايزين يبداوا ما يركزوش مع النطاق اللي حواليهم. يعني مثلا بيبقى حوالينا صحاب كتير ممكن ان هم يقولوا لنا لا مش احسن حاجه مش لازم، لا لو نفسك في حاجه اعملها. في الاخر الصاحب اللي كان واقف جنبك وبيقول لك لا ما تعملش في الاخر بعد ما تنجح هيقول لك واو انت شاطر قوي، فهتحس انه طب ليه ما انت كنت في الاول بتقولي انه ما كانش لازم تعمل كده. فلو حابب حاجه سوشيال ميديا او غير سوشيال ميديا اعملها طالما هي حاجه كويسه ومفيده اعملها. اهم حاجه ان انت كل يوم تنزل في البدايه، ممكن كل يوم تنزل 3 مرات كمان، افضل نزل ما تيأسش. لو لقيت ناس غيرك عماله تجيب ارقام وانت لا ما تيأسش خالص. انا يا جماعه في يوم من مش في يوم من الايام في شهور من الشهور كنت بنزل ما فيش اي حد بيتفرج على اي حاجه من فيديوهاتي، وفي نفس الوقت ايوه كنت بزعل بس كنت حاسه ان انا لسه وقتي ما جاش. فدايما حس انه لسه وقتك ما جاش، اكيد وقتك هيجي طالما انت ماشي ورا الحاجه اللي انت نفسك فيها. وانت يا يحيى؟ انا يعني متفق معاه في كل حاجه بس في نقطه برضو لازم ما تقلدش حد. يعني ما تشوفش ان الشخص دوت ناجح في حاجه يعني والحاجه دي هو ناجح فيها، ما ينفعش ان انت تقول خلاص انا هعمل زيه، لان انت كل يوم هتشوف شخص ناجح في حاجه تانية. فما ينفعش النهارده تقول انا هقلد ده وبكره تقول انا هقلد ده، مش هتبقى مميز. الناس بتتابعك عشان هي بتتعلق بيك انت مش بالحاجه اللي بتعملها. انتوا من احلى الكابلز اللي انا قابلتهم في حياتي والله. واحلى حاجه فيكم ان انتوا مش بتثيروا الجدل وبتقدموا محتوى محترم، وده اهم حاجه عندنا. الجمهور والشعب المصري بيحب الحاجات المحترمه عكس الناس بتتداوله والناس بتنشره. نجاحكم ده بيدل ان في فئه من المجتمع واعيه عارفه هي بتشوف ايه، وانا مبسوطه بيكم جدا ان انتوا شرفتوني. انا كمان وان شاء الله ما تبقاش اخر مره. لا اول ما تبقاش اخر مره. استنونا في حلقه جديده.